أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى نشرتنا الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. مجلس بحوث دار الإفتاء يؤيد الحلول السلمية ويضع شروط قبول الملتقى الوطني الجامع. أعضاء من المجلس الأعلى للدولة يطالبون باعتماد الملتقى الجامع لعدد من الخيارات التشريعية. الناطق باسم القمة العربية محمود الخميري يؤكد بأن الملف الليبي سيكون من أولويات القمة القادمة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أكد مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء تأييده العمل الجاد من جميع الليبيين للوصول إلى حلول سلمية عادلة متوازنة. المجلس في بيان له الخميس حول الملتقى الجامع الذي ترعاه البعثة الأممية شرط أن تعلن البعثة ما سيتناوله الملتقى من قضايا بتوافق ليبي على إدارته ووضع جدول أعماله. وشدد المجلس على أن تعلن البعثة أسماء المشاركين في الملتقى الجامع قبل انعقاده بوقت كاف، منبها البعثة الأممية ألا تسلك مسلك البعثة السابقة في دعوة المشاركين بطريقة انتقائية لا انضباط فيها، بالإضافة إلى ضرورة التزامها بما يصل إليه الناس من خلال هذا الملتقى. للحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلي الشيخ غيث الفاخري نائب رئيس مجلس البحوث والدراسات الشرعية. بداية مرحبا بك شيخ غيث. نحن مساءً مرحباً. أهلاً بك. بداية أصدرتم بيان بخصوص الملتقى الوطني الجامع تؤيدون فيه العمل للليبيين للوصول إلى حلول سلمية عادلة، لو تحدثنا أكثر فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أرحب بقناتكم وبالمشاهدين الكرام، وأقول أن هذا الملتقى الذي يعني يحضر له الآن صار حوله كلام وجدل وقيل وقال، ووردت إلى مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء تساؤلات عن الدخول في هذا الأمر. ودار الإفتاء ومجلس البحوث الذي يفتي ويتكلم في المسائل التي تهم الدولة لا تهم الأفراد، فيعني أصدر بيانا في هذا الخصوص، ويعني وبين للناس، وهذا واجب لأن أعضاء مجلس البحوث من العلماء هم يبيون في نهاية الأمر، يهمهم ما يهم بلادهم ويهمهم ما يهم إخوانهم ويشعرون بشعور إخوانهم في هذه البلاد، فهم مواطنون، وكل مواطن في هذه البلاد أو في أي بلاد يجب أن يحس بما يحس به الآخرون، ويجب أن يسعى لما يصلح هذه البلاد والعباد، فلا بد أن يساهم كل واحد بما يستطيع، وأن يقول كل واحد كلمته في هذا الموضوع، ويكون يعني رائده في ذلك أن يخرج بهذه البلاد من مأزقها ومن هذه الأزمة التي تعاني منها، وحتى تخرج إلى بر الأمان. هذا واجب كل واحد، ويعني والليبيون جميعا ينبغي أن يفهموا هذه القضية، ويفهموا أن هذه البلاد هي ملك مشترك، هي لهم جميعا ولأولادهم وأحفادهم والأجيال من بعدهم، فإذا صلحت هذه البلاد صلح حال الأجيال القادمة، وإذا فسدت هذه البلاد فسد حال الأجيال القادمة. إذا صلحت هذه البلاد يعني صارت دولة لها احترامها ولها تقديرها في العالم، وصار مواطنوها يعني لهم قيمتهم ولهم احترامهم ولهم اعتبارهم، وحقوقهم تصل إليهم هكذا دون أن يطلبوها، دون أن يبحثوا عنها، وأن يكون القانون هو الذي يشمل يعني يضمن ذلك. وتكون السلطة حينئذ لما تكون دولة رشيدة وتأتي عن طريق يعني الخيارات الأفضل وعن طريق الانتخابات، فإن الحاكم لن يكون حاكما شموليا وحاكما مطلقا، وإنما يكون حاكما يراعي مصلحة البلاد ومصلحة العباد ويتحرك في حدود القانون، والناس يعيشون
في أمان وفي أمن يعيشون في حرية ويتنسمون يعني رياح الحرية التي فقدوها لأمد طويل، ثم يعني وقعوا فيما وقعوا فيه. فبالتالي يعني مجلس البحوث في هذا الإطار يعني أصدر بيانا ناصحا فيه الليبيين، ناصحا فيه كل من يعني يرى في نفسه أنه يملك الملكة السياسية أو عنده الملكة السياسية، يستطيع أن يخطط لهذه البلاد ويستطيع أن يخرج بها من عنق الزجاجة. وكل واحد لابد أن يدرك ويعلم أنه لا يمثل الليبيين، وأن هذا المؤتمر الجامع هو في واقع الأمر ليس تمثيلا للليبيين، ولكنه اجتماع ولقاء بين نخب وقيادات تريد أن تدارس الأمر. فإذا وصلوا إلى أمر أو إلى اتفاق أو إلى رؤية نافعة وصالحة تخرج البلاد من أزمتها ونعمت، وإلا فلقاؤهم مردود عليهم، اجتهادهم مردود عليهم. إذا كان يعني لا يترتب عليه إصلاح البلاد والانتقال بها إلى مرحلة الأمان وإلى بر الأمان. وبالتالي المجلس يعني ركز على نقاط. أولا المجلس يعني يثمن كل عمل يسعى لإخراج البلاد من أزمتها، وكل عمل يعني يستطيع به الليبيون أن يتوافقوا على عمل وعلى يعني منهج وطريق يخرجهم من هذه الأزمة. فالمجلس البحوث يعني يثمن هذا ويشد على أيدي كل من يسعى في هذا الطريق بنية صادقة وإخلاص لله ولرسوله. فبالتالي يعني فأصدر يعني هذا البيان، وكان يعني مما نوه به أو من الأشياء التي رأى أن يضعها أمام الليبيين أن البعثة الأممية لا بد أن تعلن عن القضايا التي ستطرح في هذا المؤتمر، يعني جدول الأعمال ماذا فيه، ماذا سيقال، هكذا، لا أن تفاجئنا كما فاجأتنا في يعني اللقاءات القادمة وفي يعني البعثة السابقة حين ما فاجأت الليبيين بأشياء ما كانوا يعني يعرفونها. وحينما وقع يعني أعضاء الحوار أو فرق الحوار تحت الضغوط من كل مكان، وحينما أدخل في الحوار أناس لا علاقة لهم جيء بهم من كل مكان، يعني حتى يعني عمداء البلديات جيء بهم وهم يعني أناس خدميون لا علاقة لهم بالسياسة في البلاد. فبالتالي ويع الأمر واتفاق الصخيرات هذه نتائجه وهذه آثاره، أزمات بعد الأزمات وحروب بعد الحروب هكذا، ويعني ومسلح هنا ومسلح هناك. فبالتالي لا بد أن يكون يعني برنامج المؤتمر واضح تمام الوضوح، لا أن يدخل الناس هكذا يعني وهم عمي لا يعرفون ماذا يقال، فيفاجئون بقضايا يراد لها أن تمر ويراد لها أن تشرع فتمر على أكتاف هؤلاء الناس. فالأمر الآخر لا بد من إعلان أسماء المشاركين في هذا المؤتمر حتى يعلم الليبيون من هؤلاء الناس، يعني من الناس من يعرفه الليبيون يعني بعدم صلاحه وفساده وإفساده وتاريخه، هكذا الناس يعرفونه. فإذا رأيت من في المشهد من يتصدى المشهد من الفاسدين من القتلة من المجرمين تعلم أن هذا أمر مدبر ضد مصلحة بلادك، فلا بد أن تعلن الأسماء، يعني هذا حق الليبيين. من سيتكلم ومن سيبحث في رؤية لهذه البلاد لا بد أن يعرفوه وهو منهم. الأمر الآخر أنه يعني وجه المجلس يعني البعثة الأممية ألا تسلك مسلك البعثة السابقة. البعثة السابقة انتقت الناس انتقاء، جاء بناس من هنا ومن هناك، فهنا لابد أن يعني يكون الناس المختارون لهذا المكان أو لهذا اللقاء معروفين، ويعني وتعمل ضوابط معينة لاختيار الناس. ثم الأمر الآخر لابد أن يلتزم المؤتمر بجدول أعماله المعلن، لا أن يفاجأ الناس بقضايا تدخل بين السطور ويفاجأ بها الناس. ثم لابد البعثة الأممية أن تلتزم بمخرجات المؤتمر، يعني ما يتفق عليه المؤتمر من خير للبلاد ومصلحة العباد لابد أن تلتزم به التزاما كاملا هكذا. وحينئذ يعني إذا سار المؤتمر بهذه الكيفية بوضوح تام، شارك فيه عقلاء البلاد وحكماء وعلماء وخيرة أبنائها الذين يبحثون عن المخارج الصحيحة
ويريدون البلاد الخير، حينئذ ستكون يعني مقاذات هذه البلاد، يؤمل أن تنقذها وأن تخرجها من المجهول هكذا، وتبنى فيها بهذا الدولة الرشيدة، ويعني وبها أيضا يعني توقف إزهاق الدماء ونزيف الدماء وتعود البلاد إلى الصلاح. هكذا كلام مجلس البحوث كان موجها لعموم الليبيين، كلام مجلس البحوث كان موجها لعموم الليبيين ولخصوص الفاعلين في المسألة السياسي، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقعوا في حوار آخر لا نهاية له كما وقعوا في حوار الصغيرات. وحتى لا يتجرى أحد يتكلم باسم الليبيين أو يوقع على عمل باسمهم دون تفويض صحيح صريح منهم. كما جرى من قبل. فلا بد أن يحترم كل إنسان يعني نفسه، ثم يعلم من يتجرى على شيء من ذلك أنه يعصي الله ورسوله ويتحمل وزر كل قطرة من الدماء تسيل، أو كل يعني مال يهدر، أو كل فساد في البلاد، يتحمل وزره من يتكلم باسم الليبيين وليس له تفويض كامل، إلا من يعني دخل في نصح هكذا وفي يعني البحث عن الاختيارات الأفضل. ثم الدولة الرشيدة يعني ليس لها بديل، لا بد من الدولة الرشيدة. سائما العرب والمسلمون والعالم الثاني بصفة عامة الذي نحن منه من حكم الفرد وتسلط الفرد واستبداد الفرد الذي أهدر الطاقات وأهدر الثروات وأراق الدماء وملأ السجون هكذا وكمم الناس، وصارت الدولة عبارة عن حديقة، عبارة عن مزرعة لحاكمها وأولاده ومن يعمل تحت رجليه هكذا. هذا لا ينبغي أن تعود إليه. يعني لماذا؟ هل العالم الآخر أحسن منا وأحسن منا؟ الذي يتحرك الفرد يعني بين الدنيا كلها وهو معزز مكرم، لا يجرى أحد أن ينال منه، لا يمكن أن تجد سجينا سياسيا. انظر مثلا في دولة ليبيا بعد الاستقلال، يعني انظر إلى أعمال هذه الدولة الضعيفة البسيطة التي أنشئت لأول مرة، كيف نهضت يعني بعد 4 شهور، شهر 3 في 2000 في 1954 أصدرت عملة ليبية. العملة الليبية، يعلم الليبيون أن الدينار الليبي كان يعادل ما يقارب من 3 جرامات، 3 جرامات إلا 200 جرام تقييم هذا الشهادة، يعني 3 جرامات إلا قليل، كانت هذه قوته، كان كقوة السليني، كان أقوى من الدولار يعني 100%. ورغم ضعف الدولة وضعف إمكانياتها وأظن ضعف اقتصادها، لكنها حافظت على ذلك حتى يعني جاءت يعني نكبة سبتمبر، والجنيه الليبي بقوته هكذا. والدولة الرشيدة يعني حينما وقع في أيديها يعني قروش قليلة من النفط، لما جاء النفط بدأت تعمل في يعني أعمال استراتيجية في البلاد. انظر إلى هذا الطريق الساحلي الذي لم تستطع 42 يعني سنة من حكم العسكر أن تصينه، فقط 1950 كيلو أنشئ بمبلغ زهيد للليبيين هكذا. انظر إلى الجامعة التي أنشئت في بنغازي، المدينة الرياضية التي أنشئت في بنغازي. انظر إلى قرار صدر على الحكومة تقريبا في سنة 1664 تقريبا بإنشاء 100,000 وحدة سكنية، فيلا، حدائق، متنزهات، مساجد هكذا، مدارس يعني عيادات، فيها كل شيء هكذا. 100,000 يعني عشان ما يأتي من النفط يراه الليبيون شاهدا هكذا. لم يكن هناك في ذلك العهد سجين رأي، لم يكن هناك سجين رأي واحد، ما في سجين رأي، لا يوجد الكلام يعني. فكيف نرضى بعد أن قامت الثورة وأريقت الدماء ويعني 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 التحق بالرفيق الأعلى الشهداء، وبعد ما جرى ذلك كيف يعني يرضى الناس أن يعودوا إلى أي صورة أخرى من صور الحكم إلا الحكم الرشيد، التداول السلمي على السلطة هكذا. فانظر إلى من بجانبنا، من يمينا وعلى يسارنا. يعني لو نظرت مثلا إلى تونس، رغم ما عندنا من مآخر على 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 صورة الحكم فيها، لكنه حكم ديمقراطي. لا يستطيع أحد الآن أن يتكلم عن المواطن إلا إذا خالف القانون. عندنا يعني مجلس النواب يعني نشأت بعد الثورة، يعني حسام المجلس الانتقالي
وما يعني جعل من قوانين ومن المبادئ الدستوري صارت عليه البلاد. انتخابات المؤتمر الوطني من حماها؟ من رعاها؟ ثوار الهند، الثوار هم الذين قاموا عليها، لو أرادوا أن يفسدوها لأفسدوها، لكن تحت رعايتهم وحراستهم، وأنتجت يعني منتج طيب في المؤتمر الوطني. لكن المتربصون بالثورة يعني حشدوا حشودهم لكي يجيروها، يعني وقاوموها بكل ما أوتوا، حتى اضطروا المؤتمر الوطني لاتخاذ إجراءات يعني غير صحيحة، أوقعت البلاد فيما وقعت فيه حتى الآن. وانظر إلى يعني البرلمان كيف يصدر البرلمان قانون الإرهاب، ويجعل يعني الليبيين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية غدا. نعم. يعني مش هذا الكلام، سيحاكم الناس أمام المحاكم العسكرية. يعني الثورة قامت لتنقذ الناس من هذا، فيأتي أناس منتخبون ويعيدونهم إلى هذا مرة ثانية. نعم. ويحيلون أيضا أن يعني هناك مواد من يعني أبواب القانون الجنائي يحاكم عليها المدني أمام المحاكم العسكرية. فكيف يرضى الناس أن يعودوا بعد أن من الله عليهم بحرية؟ كيف يرضوا أن يكونوا مرة أخرى في إطار العبيد، أو يسلموا رقابهم لمن يعني يذبحهم هكذا؟ فبالتالي يعني نحن ندعو ننصح، وهذا يهمنا. نحن في نهاية الأمر نحن مواطنون ليبيون، هذه ليبيا لنا ولكم ولهذا وللذي في الشرق والذي في الغرب والذي في الجنوب. نعم. ولأولاده وأولادنا وأحفاده وأحفادنا. نعم. ليبيا يعني تقوم على ثروة هائلة من كل أنواع الثروات. نعم. فقط تريد دولة رشيدة تديرها. نعم. أما دولة الفساد التي لا تعرف إلا نهب الأموال، وإلا إفساد الإدارة، وإلا إفساد المال. إذا أردت أن تفسد دولة أفسد فيها شيئين، المال والإدارة. إذا فسد المال والإدارة انتهى كل شيء، وهذا ما رأيناه وما جربناه وما عشناه وعانينا منه الليبيين الويلات. نعم. لا بد يعني أن يعني إخواننا الذين يعني إذا يحضرون هذا المؤتمر عليهم مسؤولية أمام الله وأمام الناس وأمام التاريخ وأمام المجتمع الليبي وأمام جميع وأمام الملائكة شاهد عليهم، والله. نعم. عليهم شهيد. نعم. نعم. هكذا، وسيسألهم يوم القيامة إن فرطوا أو قصروا. نعم. أو عادوا بليبيا إلى الوراء. نعم. خطوة واحدة لا بد أن يقفزوا بها قفزات هكذا. نعم. إلى الأمام. نعم. لينكروها لما هي فيه، حتى يعيش الناس في أمان ويتمتع الناس بثرواتهم. وما من شيء أفضل ولا أحسن من الأمان في الأرواح والأبدان وفي الأموال. والله تعالى امتن على قريش. نعم. بهاتين المنتين، أطعمهم. نعم. من جوع. نعم. وآمنهم من خوف. نعم. فليعلم. نعم. كل من يحضر في هذا المؤتمر. نعم. وليضع أمام عينيه أنه يحقق قول الله تعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعمل. نعم. في كل ما يوصل إلى هاتين إلى هذين المقصدين الاستراتيجيين، أنه يعني يعمل بكل ما يستطيع أن يطعمهم من جوع، أن يعيش الناس في رغد العيش من مالهم الذي يحتاجونهم هكذا. نعم. هكذا يعيش منهم، وأن يعني يؤمن دماءهم وأرواحهم فلا يعتدى عليها ولا يجرؤ أحد أن يمسها، لا بقليل ولا بكثير. هذا يعني ما ننصح الليبيين به، لأن كلنا ليبيون. نعم. فكيف. نعم. يرضى أحد أن يأتي هكذا ليختطف البلاد. نعم. أو ترضى جماعة أو مجموعة أيا كان انتماؤها، أيا كانت صورتها، أيا كان يعني فكرها وتوجهها. نعم. لا نقبل الليبيون شيئا من ذلك أبدا. لا بد. نعم. أن يقفوا. نعم. وقفة رجل واحد في وجه كل من يريد أن يخطف دولتهم. نعم. نعم. وصلت الفكرة شيخ غيث الفاخري نائب رئيس مجلس الدراسات الشرعية، شكرا جزيلا لك. طالب 34 عضوا من المجلس الأعلى للدولة الخميس أن يعتمد الملتقى الجامع عددا من الخيارات التشريعية، أبرزها اعتماد نتيجة تصويت الهيئة التأسيسية بأغلبية تزيد عن الثلثين. كما طالب الأعضاء بإلزام مجلسي النواب والدولة بقرار دولي لاعتماده، أو أن يعتمد الملتقى توصية بإجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور، وتلزم الأطراف المختلفة على إصدار التعديلات الدستورية والقوانين خلال فترة شهر.
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال لقاء تلفزيوني الأربعاء أن قوات حفتر قامت بانتهاكات في مرزق، وقامت أيضا بالهجوم الأخير في الجنوب بموافقة الحكومة المقترحة في طرابلس. وأوضح سلامة بأن لدى البعثة تقارير تفيد بتدخل أكثر من 10 دول في ليبيا قامت بانتهاك قرار حظر السلاح. وأضاف سلامة بأنه لا يوجد ضمانات لمنع عودة الاشتباكات في ليبيا بسبب انتشار أكثر من 15 مليون قطعة سلاح في البلاد، مشيرا إلى أن فكرة انعقاد الملتقى الجامع هو نتيجة استشارة خارج دائرة الليبيين، موضحا بأن هناك خلاف حقيقي بين فرنسا وإيطاليا يؤثر على ليبيا. أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أنها لن تسمح بأن يتحول مسار الملتقى الوطني الجامع إلى محفل للإفلات من الملاحقة القضائية والعقاب، كما أوضحت أن هذه الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في ليبيا لا تسقط بالتقادم ولن يلتفت إلى مرتكبوها من المساءلة القانونية، مشيرة إلى أن إلغاء الجانب القضائي سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات مستقبلا على حد قولها. صرح الناطق باسم القمة العربية محمود الخميري الأربعاء أن الملف الليبي سيكون من أولويات القمة التي ستعقد في تونس الشهر القادم. الخميري أضاف أن تونس ستستضيف في 30 من شهر مارس الجاري اجتماع للمجموعة الرباعية المعنية بليبيا المتمثلة في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن كل الاجتماعات تسعى لدعم تسريع التسوية السياسية من أجل حوار ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية وتحت مظلة الأمم المتحدة حسب قوله. قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن ثروات ليبيا ضاعفت من حجم التدخلات الخارجية في شؤونها، ووصف السبسي في لقاء صحفي الوضع في ليبيا بالوضع صعب بسبب غياب الدولة. وأضاف الباجي قايد السبسي أن هناك تدخلات كثيرة من عدة دول إقليمية متنوعة أفريقيا وعربيا بسبب الوضع المتردي في ليبيا، وأشار السبسي إلى التدخل الخارجي في الشؤون الليبية الداخلية عامل مهم لإطالة أمد الأزمة. أعلنت الحكومة المالطية سيطرتها على سفينة الهبل التي تم الاستيلاء عليها من قبل مهاجرين غير شرعيين تم انقاذهم قبالة سواحل مدينة ليبيا الأيام الماضية. وقالت الحكومة المالطية في بيان لها أن القوات المسلحة المالطية تواصلت مع قبطان السفينة الذي أكد عدم سيطرته عليها وتعرضها هو وطاقمه للتهديد من قبل المهاجرين الذين طلبوا التوجه إلى مالطا، مضيفة أن وحدة العمليات الخاصة التابعة للجيش قامت بعملية إنزال على السفينة وأعادت السيطرة عليها وتوجهت بها إلى ميناء بولير هارف بفاليتا وسلمت المهاجرين للشرطة المالطية. ذكرت وسائل إعلام عالمية ومحلية أن الاتحاد الأوروبي ينوي إنهاء عملية صوفيا لمحاربة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، وحسب صحيفة كرونن تايمتونتش وصحيفة أسترايتش النمساويتان فأن الاتحاد الأوروبي يريد إنهاء العملية بسبب أن دول الاتحاد لم تتفق بعد على توزيع حصص اللاجئين، وأن يتركز الأمر على تدريب قوات حرس السواحل الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المياه الإقليمية. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. مدير مطار نتيجة الدولي لطفي الطبيب يؤكد استعادة طائرة رئاسية ليبية كانت محتجزة في ألمانيا. Thank you.
ما هي ثوابت فبراير اللي من أجلها ثار الشعب الليبي في كل المدن الليبية وقدم الغالي والنفيس؟ بكل تأكيد الشعب الليبي كان مقهور في عهد القذافي وواقع عليه ظلم كبير، وكانت البلاد عبارة عن مزرعة للقذافي وأبنائه يقسموا في خيراتها وثرواتها. فأول ثابت الفبراير رفع الظلم وإقامة العدل بين الليبيين. ليبيا في عهد القذافي ما كانتش دولة زي ما قلنا، وكان القذافي يحلم في الحلامة في الليل ويطبقها في الصبح، زي البيت لسكنه وإلغاء تعليم اللغة الإنجليزية وإلغاء التعليم الديني وقانون 15 اللي خلى غالبية الشعب الليبي تحت خط الفقر وغيرها واجد. فالليبيين يبوا دولة مؤسسات لا تخضع للأهواء والآراء الفردية، وهذا هو الثابت الثاني لفبراير. طبعا الشعب الليبي في عهد القذافي كانت الحكاية سلطة، سلطة الشعب والسيارة لمن يقودها والمؤتمر الشعب العام، وتكلم يا لوحة 14، لا دستور ولا قانون، والكل لازم يأيد القذافي مهما دار. وحتى أسيرة شاد حفتر مش بعيد عن نغمة القذافي. فنبوا دولة القانون والدستور اللي تخلي الشعب عارف راسه من كرعيه، وهذا الثابت الثالث. القذافي حكم البلاد حكم عسكري، لا تنمية ولا تطوير ولا محاسبة على الفلوس اللي يدعم بها في انقلابات أفريقيا، والحدود مهتوكة ومستباحة والمجرمين هم المتريسين في البلاد. فبراير تبي دولة مدنية يكون فيها تداول سلمي على السلطة، وهذا الثابت الرابع. أما الثابت الخامس الفبراير فهو تكون ليبيا دولة موحدة مستقلة استقلال حقيقي من التبعية لأي دولة، ولها سيادة وتحافظ على القيم والهوية الليبية. وهذه هي ثوابت فبراير اللي يبوها أحرار ليبيا. أهلا بكم من جديد مشاهدين. بحث أعضاء مندوبين عن الأجهزة الأمنية والهيئة العامة للأوقاف مع عدد من مديري الإدارات الطبيعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قضية المصاحف المزورة والمحرفة ومجهولة الهوية وما قد يترتب عن انتشارها داخل المساجد. الهيئة عبر صفحتها الرسمية أوضحت الأربعاء بأنه خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس طالب المجتمعون مجلس الوزراء في الحكومة المقترحة بضرورة ضم لجنتي الخبراء بجمعية الدعوة الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مؤخدة تتفرغ لكتابة ومراجعة المصحف. نظم مكتب النشاط المدرسي بمدرسة البساتين الأربعاء مسابقة منهجية للصف التاسع لمرحلة التعليم الأساسي على مستوى مدارس بلدية تاجورة، وذلك بالتعاون مع وحدة التفتيش التربوي. معلومات أوفى في هذا التقرير. في أجواء تملأها روح المنافسة والتحفيز تجري هذه الأيام المسابقة المنهجية لمرحلة التعليم الأساسي على مستوى مدارس بلدية تاجورة، والتي ينظمها مكتب النشاط المدرسي بالتعاون مع وحدة التفتيش التربوي تاجورة، حيث يسعى القائمون على المسابقة إلى إيجاد بيئة للتعارف بين طلاب المنطقة وطلاب المناطق الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز روح المنافسة بين التلاميذ. هذه طبعا مسابقة منهجية بين طلاب وطالبات الصف التاسع بمرحلة التعليم الأساسي. مشرف على هذه اللي يشرف على مثل هذه المسابقات هو مكتب النشاط المدرسي ببلدية تاجورة مراقب التعليم تاجورة، وكذلك الإخوة بوحدة تفتيش تاجورة بالاستعانة بالإخوة وحدة تفتيش تاجورة، وذلك لأن المفتشين هم من يقوم بإعداد الأسئلة والتصحيح وإعداد النتائج. الهدف منها طبعا هي فيها روح المنافسة بين الطلاب من ناحية،
والتعارف بين الطلاب من ناحية أخرى، لأن بلدية جورة طبعا رقعة شاسعة تصل إلى 50 وقد تتجاوز 50 كيلومتر أحيانا، فالمدارس مسافات بعيدة بين مدرسة ومدرسة الأخرى. لما نجيب الطلاب في مثل هذه الأماكن ونضعهم في مكان واحد، في روح منافسة، في روح التعارف، في التضاد، يبدو حتى في لحمة واحدة 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 ومكون بعض، يبدو فيها نوع من الأخوة داخل بلدية جورة كل فيما بعد. انطلقت المسابقة بمدرسة البساتين بمشاركة أكثر من 52 مدرسة على مستوى مراقبة التعليم ببلدية تاجورة، والتي تستمر لمدة يوم واحد، حيث شملت الصف التاسع من التعليم الأساسي. استضفنا هذه المسابقة على مستوى مراقبة التعليم تاجورة بالبلدية للرفع بمستوى التعليم في داخل بلدية تاجورة، واختاروا المدرسة بالأحرى لأنها بعيدة على ضواحي تاجورة، حتى يكون تعارف بين مدرسة نعرف بمدرسة البساتين اللي موجودة في ضواحي تاجورة. تنافس الطلاب في أجواء يملأها الفرح تارة والتخوف من الإخفاق تارة أخرى، حيث تعتبر المسابقات المنهجية وسيلة فعالة ومجدية في إذكاء روح التنافس بين الطلاب والطالبات وإشعال فتيل الجد والاجتهاد فيهم، وتكون حافزا لهم أيضا على دراستهم وتعليمهم. صراحة كانت الأسئلة متوازنة، وكانت مشاركة في المسابقة تحفيزية للطلبة، وكانت مساعدة لنا حتى ندرس أكثر لامتحان الشهادة الإعدادية. أسئلة باهي مليح الحمد لله وسهلة وحلانا، وإن شاء الله بالتوفيق وبالترتيب إن شاء الله. وتأتي هذه المسابقة امتدادا للأنشطة السنوية لمكتب النشاط المدرسي، والتي تعد أنشطة متنوعة وهادفة يسعى القائمون من خلالها لتعزيز الثقة والمعنويات والإصرار في هؤلاء الطلبة، وأن تدفعهم إلى أن يتجهوا قدما نحو بناء المستقبل. أكد مدير مطار عتيق الدولي لطفي الطبيب في تصريح صحفي الخميس أنه تم استعادة طائرة رئاسية فاخرة تم احتجازها في ألمانيا عام 2013. أوضح الطبيب في تصريحه أن محكمة كوت باس الألمانية أكدت في حكمها على وجوب استرجاع ليبيا للطائرة التي احتجزت على إثر خلاف قانوني يتعلق بملكيتها. وتعد هذه الطائرة أحد الطائرات التابعة للشركة المتحدة للطيران والتابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم شراؤها في عام 2010 بمبلغ 47 مليون يورو. وصلت سفينة المواشي جيني الخميس إلى ميناء طرابلس حاملة على متنها أكثر من 3000 رأسا من الأغنام، إضافة إلى أكثر من 250 رأسا من العجول المستوردة. وأوضحت إدارة ميناء طرابلس في نشرتها الدولية عبر صفحتها بفيسبوك أن الميناء استقبل شاحنة تقدر ب 64000 طنا من القمح، إضافة إلى استقباله لسفينة كوركس بريسو حاملة على متنها ما يزيد على 3000 طنا من الموز. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر فبراير من مبيعات النفط الخام ومشتقاته قد بلغت مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض تجاوز 330 مليون دولار أمريكي مقارنة بالشهر الماضي. المؤسسة عبر موقعها الرسمي أوضحت بأن هذا الانخفاض كان بسبب الظروف المناخية القاسية التي أثرت على صادرات من حقل السدرة، إضافة إلى عملية الإغلاق الأخيرة والتي تسببت في إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي. والآن ننتقل بكم مشاهدينا إلى أخبار الرياضة مع زميلي تيسير البعزي. شكرا لك زميلي طاهر، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الرياضية المخصصة لنشرة السابعة، والتي نبدأها كالمعتاد من الشأن المحلي، حيث أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم أمس الأربعاء عن شكل ونظام بطولة كأس ليبيا لموسم 2018-2019 التي ستنطلق في الفترة القليلة المقبلة. الاتحاد الليبي لكرة القدم كان ينوي إصدار قرار خلال الفترة القادمة يقضي بإلغاء بطولة كأس ليبيا للموسم الجاري، وذلك في حال تأهل فرسان المتوسط إلى كان القاهرة الصيف المقبل، وهو الأمر الذي لم يحدث للأسف الشديد. الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد هو حامل لقب بطولة كأس ليبيا للموسم الماضي، حيث توج بها على حساب نظيره الهلال بعد الفوز عليه بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية.
وصل مساء أمس الأربعاء إلى مدينة طرابلس المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الملعب الليبي اللاعب الدولي التونسي السابق حسان الجابسي، كما وصل اللاعبان المحترفان الإيفواريان ألفا كوني وباسوري تانو ووكيل أعمالهما نزار الحكيمي. وكان في استقبال اللاعبين المحترفين مدير الكرة بالنادي علي العزيبي وعضو مجلس إدارة النادي والمستشار القانوني عمر الفرجاني وعضو مجلس الإدارة محمد منصور. الجدير بالذكر أنه سيتم تقديم المدرب التونسي حسان الجابسي إلى وسائل الإعلام المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة. اعتمد الاتحاد الليبي لكرة القدم 21 حكما ليبيا في فئات مختلفة كحكام وسط ومساعدين، وذلك بعد اجتيازهم للكشف الطبي والامتحانات الفنية في القوانين والقواعد واختبارات اللياقة البدنية. يأتي ذلك بعد رحلة عام كامل من السعي والاجتهاد وعقد الاجتماعات والمحاضرات والتدريبات، حيث أقيمت احتفالية شهدت تأدية قسم اليمين بحضور رئيس الاتحاد الفرعي، كما تم منحهم شهادات التخرج لمزاولة أعمالهم رسميا خلال المنافسات المحلية. الاحتفالية حضرها عدد من الحكام الدوليين كالدولي نجيب خليفة والدولي ناصر المهدي والأستاذ عمر عيسى، بالإضافة إلى الأستاذ عادل ناجي والأستاذ محبوب حريبة ورمضان طقوق. تقدمت إدارة نادي الاتحاد بالتهنئة للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي السويحلي، وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة الدوري الليبي الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2018-2019 محققا لقبه التاسع في تاريخه، وذلك بعد انتصاره على نظيره النصر في المباراة التي أقيمت بينهما على قاعة مصراتة في ختام الدوري الرباعي للتتويج. نجح السويحلي في الفوز خلال المباريات الثلاث التي خاضها في إياب الدوري الرباعي للتتويج على أرضية ملعبه وبين جماهيره، حيث بدأها بالفوز على نظيره أهلي طرابلس في المباراة الافتتاحية، كما تم التغلب أيضا على الاتحاد المصراتي في ثاني المباريات، وأخيرا الانتصار على نظيره النصر القادم من بني غازي. نكتفي وإياكم مشاهدينا الكرام بهذه الحصيلة الرياضية، أما الآن فنعود إليك زميلي طاهر. نعم، شكرا لك زميلي تيسير. مشاهدينا، ختام النشرة وتذكير بالعناوين. مجلس بحوث دار الإفتاء يؤيد الحلول السلمية ويضع شروط قبول الملتقى الوطني الجامع. أعضاء من المجلس الأعلى للدولة يطالبون باعتماد الملتقى الجامع لعدد من الخيارات التشريعية. الناطق باسم القمة العربية محمود الخميري يؤكد بأن الملف الليبي سيكون من أولويات القمة القادمة. كما تبعتم أيضا، مدير مطار معتيقة الدولي لطفي الطبيب يؤكد استعادة طائرة رئاسية ليبية كانت محتجزة في ألمانيا. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.